السلام عليكم. جسبر تكونوا بيان اليوم. اليوم دائما رانا نكملوا مع سار واستار، وانما اليوم سار واستار راح نديروهم مع ادخيتيفوس. دائما نسمعوا سار حاجه ثابته يستعمل مع حاجه ثابته، استار مع حاجه اللي تتغير. تشوفوا هنا الادخيتيفوس عندنا كلكو ديزادجكتيف، نقدر نستعملهم مع سير واستار، بصح اذا استعملتها مع استار راح يعطي لي معنى ومع سير يعطي لي معنى واحد اخر. نشوف بعض الادخيتيفوس، هاني درتهم لكم هنا بالعربيه باش تفهموهم. نشوفوا هنا مثلا عندي ادخيتيفو ليستو، مثلا هذه ليستو اذا درتها مع استار راح تكون بمعنى مستعد، يعني واذا درتها مع سير تكون معنى ذكي. مثلا اذا نقول استوي ليستا بارا اير مثلا على سكويلا، انا مستعده نروح للمدرسه، اي مستعده. اذا درتها مع سير راح تكون معنى ذكي انتيليخنتي. نقول مثلا مي ارمانو اس موي ليستو، معناتها انتيليخنتي. علي شتو كيفاه يتبدل المعنى. شوفوا ريكو مثلا، ريكو حنا نعرفوا باللي ريكو غني، وانما الريكو لو كان نستعملها مع استار راح تكون بمعنى لذيذ. علي اذا نقول استي بلاتو اس او بيان استي بلاتو استا موي ريكو، معناتها لذيذ. علي في نفس الوقت اذا استعملت ريكو مع سير راح تكون بمعنى غني، تيني دينيرو. مثلا نقول استي اومبري اسموي ريكو، شتو كيفاه يتبدل المعنى. نشوف مالو مع استار تعطيني مريض، يعني مريض مؤقتا يا اخي. مع سير راح تعطيني سيء الطباع، مثلا نقول استا بيرسونا اسموي مالا، يعني تيني اون بيرسوناليدا نيجاتيفا. كلارو يعني واضحه كيفاه تتغير برك المعنى. مثلا نشوف ابييرتو اذا درتها مع استار راح تكون بمعنى شيء مفتوح، نقول لا بويرتا استا ابييرتا، الباب مفتوح. مثلا اذا استعملتها مع سير راح تكون بمعنى متفتح، مثلا نقول مي بادري اس اونا بيرسونا ابييرتا، يعني متفتح الشخصيه. مالي دونك لازم نفهموا معنى الجمله. مالي هاني نخلي لكم هذا الريزومي تاع اكزامبلوس او بيان ادريتيفوس مع دي زيكزامبل باش تفهموا اكثر واكثر، ولا يعود عندكم اكزامبلو. مالي نفس الاكزامبلو ثيرادو، ثيرادو نعرفوا بلي نقولوا استار ثيرادو معناتها حاجه مغلقه، الكونتراريو دي ابييرتو. اذا استعملتها مع سير راح تكون بلي شخص منغلق. يعني انتريسادو مثلا نقول يملك اهتمام، مثلا نقول استوي انتريسادا بارا ابرندير اسبانيول، يعني عندي اهتمام راني يعني مهتمه. يعني مثلا نقول مع سير بور اكزامبلو الاسبانيول اس موي انتريسادو، مهم انتريسي. واضح الفرق. يعني تشوفوا كلارو، شوفوا هنا كلارو اذا درتها مع استار راح تكون بمعنى واضحه مفهومه، يعني لا فكره ما او بيان. فنقول استا كلارو استا ليكسيون، واضحه هذا الدرس مفهومه. وممكن نستعملها مع سير تولي بمعنى مضيء، فنقول ميكاسا اسموي كلارا، يعني تيني موتشالوث، عندها الضوء بزاف ضاويه. مالي نكملوا عندنا ديسبيرتو، يعني ديسبيرتو اذا استعملته مع استار راح تكون بمعنى مستيقظ، ماهوش راقد، شخص ماهوش راقد. اذا درتها مع سير راح تكون بمعنى فطن ذكي. مالي كومو ليستو، كيما ليستو نقول بور اكزامبلو سوي ديسبيرتا، يعني انا فطنه ذكيه. مالي اتينتو دي لا اتينسيون، من اتينسيون يعني نفس تشبه شويه للانتريسادو، يملك اهتمام طامبيان. مالي او بيان يراعي، مالي يهتم بشخص ما او بيان بشيء ما. مالي مثلا نقول مي مادري اسموي اتينتا كون نوسوتروس، يعني تراعينا تهتم بينا. اش مالي نشوفو بيبو، حنا نعرفو طول بلي بيبو حي، نو دونك لو كان نستعملو مع استار صح راح يكون بمعنى حي عكس مويرتو.
مالي هنايا بيبو اذا استعملتها مع سير معناتها نشيط حيوي، نقول اس اونا بيرسونا موي فيفا يعني حيويه نشيطه. مالي نقدر ثاني نستعمل مويرتو راح يكون بمعنى العكس، مويرتو اذا درتها مع استار راح تكون بمعنى ميت، اذا درتها مع سير معناتها واحد باغو بيريثوسو يعني مميل اكسيتيرا. مالي ديسبويس غوابو، عندنا غوابو اذا درتها مع استار معناها راني نتحدث على اللباس، يعني لباس جميل. يعني اذا درتها مع سير راح نهضر على شخص فيسيكامنتي غوابو، يعني لانه اللباس راهو يتغير والجمال في شخص يعني ثابت نوعا ما. مالي نيغرو، مالي نيغرو اذا استعملتها مع سير نعرف باللي اسود البشره، مثلا نقول مايكل جاكسون اس نيغرو يعني اسود، اذا استعملتها مع استار راح تكون بمعنى غاضب، نقولوا لا بيرسونا استا بيرسونا استا نيغرا يعني تيني لا كارا نيغرا، غاضب فوريوسو انفادادو. مالي واضحه؟ دونك عندنا برك دوس اتريتيفوس، عندنا مال بيان، مال نعرف بانه سيء او بيان، بيان الكونتراريو دائما نستعملوهم مع استار لانه دائما يتغيروا. اوي استوي بيان بور اكزومبلو مانيانا، مالي استاري مال، مالي دونك دائما مال بيان نستعملوهم مع استار. مالي دونك هذا هو الدرس تاع سير و استار مع اتريتيفوس. مالي دونك لازم نفهم معنى الجمله باه نعرف اسكو نحط سير و استار. مالي دونك دوكا نشوفو دي زيكزامبل من بكالوريات سابقه كيفاه جا اتريتيفوس كون سير و استار. دونك عندنا هنايا دو زيكزامبل من بكالوريا، ليكزامبل الاول عندنا من باك 2013 الموضوع الثاني، يعني تمرين رقم 4 بوينو كي لوس نينوس كومينسين ا براكتيكار ديبورتي. شوفوا هنا عندنا الاتريتيفو بوينو، مالي دونك اتريتيفو بوينو. نشوف هنا اللي شفناه من قبل، بوينو هي الكونتراريو دي مالو سي او نو، يعني دونك عندنا بوينو راح تكون عكس مالو. مالو عندنا يا اما مع استار بمعنى مريض معناتها بوينو بمعنى بصحه جيده، او بيان مالو مع سير راح تكون سيء سيء، يعني بمعنى بوينو معنى جيد. هنا راهي بمعنى جيد، من الجيد انه الاولاد او بيان الاطفال يبداو يمارسوا الرياضة. دونك جي اس اس بوينو. هالي الجملة الثانية الديبورتيستا بروتيخيدو كونترا لاس انفيرميداديس. شوفو هنا عندنا الاتريتيفو بروتيخيدو، هو ما عندناش في اللائحة اللي شفناها، وانما بروتيخيدو بمعنى يعني بروتيجي. مالي هنا اسكو ديبورتيستا راه محمي من لاس انفيرميداديس دائما احيانا، دونك راح تكون عندنا استار لانه استار هو الحاجه متغيره. مالي هنا عندنا الديبورتيستا راح نعوضوها بال، مالي دونك تولي عندنا الديبورتيستا استا بروتيخيدو كونترا لاس انفيرميداديس. مالي نشوفوا ليكزامبل الثاني، عندنا من بكالوريا 2020 السنه الماضيه الموضوع الاول تمرين رقم 4 عندنا كلارو كي لا تكنولوجيا انديسبنسابلي ان لا فيدا دياريا، يعني التكنولوجيا مهمه في الحياه اليوميه. عندنا كلارو، شفنا هنا كلارو، نرجعوا للملخص تاعنا وبين طابلو، عندنا شوفوا كلارو اذا استعملتها مع استار راح تكون واضح من الواضح او بيان مضيء، يعني هنا كي نفهم الجمله يعني نفهم باللي من الواضح ان التكنولوجيا مهمه في حياتنا اليوميه، دونك راح نستعمل استار. قول استا كلارو كي لا تكنولوجيا، يعني عندنا indispensable، indispensable معناتها important مهمة، وهي دائما مهمة يعني حاجة مش حتتغير. دونك نقولو اس
importanti in la vita diaria o bien in la vita diaria. Claro eso. Donc هذا هو درسنا لليوم. شفنا adjectivos مع سير و استار. ان شاء الله جيسبر برك تكونوا فهمتوا شويه، اديتوا فكره على سير و استار مع adjectivos. اذا حاجه ما فهمتوهاش وبيان حطوها لي تعيشوا في الكومنتير، يعني ونحط لكم دوكا هذا الجدول ملخص مع دي زيكزامبل يعني بسيطه ونترجمها لكم بالعربيه تحت وبين اسفل الفيديو.